لقوا جثة بنت رضيعة ميتة 10 شهور بتغتصبها. قال لك كنت بتفرج على فيلم جنس وكنتش بدارب نفسي غير ان انا عايز اي بنت. بنت يا بنت 10 شهور يا بنت. خلعت هدومها وقعدت امارس معاها فوجئت ان البنت بركة دم طالعة. حطيت دي على نفسها لغايه ما ماتت. بعد كده لفيتها وخدتها في شنطه صغيره وقعدت في الحديقه اشرب شاي ورحت ركنها تحت شجره ومشيت. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه او مخالفه للقانون، لان الجريمه لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي الغريبة البشعة اللي ملهاش أي مبرر اللي حصلت في مدينة نصر محافظة القاهرة. أسرة عايشة في عمارة في مدينة نصر في الدور الثالث، أب وأم وبنتين، بنت عندها 3 سنين وبنت عندها 10 شهور. 10 شهور يعني إيه؟ يعني في اللف. هي 10 شهور يعني إيه؟ 10 شهور يعني رضيعة بترضع. اللي بترضع دي أنا مش بقول 10 سنين، أنا بأكد 10 شهور. 10 شهور الأم والأب والبنتين عايشين في مدينة نصر في شقة في الدور الثالث، تحتيهم محل كشري. كشري شغال فيه عمال نظافة وعمال اللي بيعمل عدس واللي بيعمل رز. كشري. الأم تصحى من النوم تدور على بنتها اللي عندها 10 شهور ما تلاقيهاش. بتدور على بنتها اللي عندها 10 شهور، مش 10 سنين، 10 شهور. فبتقول لأختها الكبيرة: يا بنت أختك فين؟ أنا دخلت نمت وسبتها معاك بتلعب. قالت لها: يا ماما أنا دخلت الحمام وسبتها بتلعب قدام باب الشقة. طب باب الشقة ده هم في الدور الثالث، هتكون طلعت فوق؟ هتكون نزلت تحت؟ ده 10 شهور. فابتدت الام تخبط فوق وتخبط تحت وتنزل الشارع. ده بنتها ما بتمشيش يا جماعه، ده 10 شهور ما بتمشيش. الام ضربت البيت: اختك فين؟ اختي والله ما اعرف يا ماما، دخلت الحمام وطلعت ما لقيتهاش. راحت لقسم مدينه شرطه نصر، قسم شرطه مدينه نصر، قدمت بلاغ باختفاء بنتها. خلاص بلغ والإجراءات ماشي. لغيت الناس تاني يوم الصبح لقوا في الحديقة العامة، حديقة عامة في مدينة نصر، لقوا جثة بنت رضيعة ميتة. طب ايه اللي ودى البنت؟ يعني لو لقوها مثلا في محل الكشري معجوب، لو لقوها قدام البيت أو العمارة معجوب، لو لقوها فوق السطوح في البيت معجوب، لكن ايه اللي وداها وخطاها الشوارع وهي بترضع ده لسه ما بتحبيش يا جماعة، ده 10 شهور. ايه اللي وداها الحديقة دي ومين اللي موتها؟ المبعث للأم، على فكرة الأب والأم دول ضيوفنا وأهلنا من دولة السودان الشقيقة. السودانيين دلوقتي منورين مصر وقاعدين عندنا في مصر. فالأسرة دي مصرية سودانية جاية عايشة في مصر في مدينة نصر. الأم اتعرفت على بنتها والبنت مخنوقة وميتة. طب ممكن يكون مثلا حد الطب الشرعي أثبت إن سبب الوفاة حاجتين: تعرضها للاغتصاب العنيف أدى إلى تهتك في أعضائها التناسلية ونزيف حاد، وبعد كده الخنق. استغفر الله العظيم، ده 10 شهور يا جدعان. فكرونا باللي اغتصب البنت بتاع البامبرز، فاكرين البامبرز؟ فتاة البامبرز، الراجل اللي اغتصب بنت فكلها البامبرز واغتصبها، نفس النظام. 10 شهور دي
ابتدت تحريات تحوم حوالين مين اللي في الله اللي في البيت، لان الست سابها قدام الباب في الدور التاهل. ابتدت تحريات بتنصب على عامل في محل الكشري، عامل نظافة، حامت حواليه التحريات والشبهات، وزمايله في المحل قالوا هو بقاله يومين مرتبك ومروش وخايف، واحنا بنقول له مالك يا ابني الواد مش مظبوط. المعلومة دي خدها رئيس المباحث وابتدى يضيق الخناق على الولد ده، اسمه محمد، عنده 21 سنة. تعال يا محمد بقى، ابتدى يستوجبوه، مالك خايف من ايه؟ ابتدى الواد يتهز، قال له انا اعترف بكل حاجة. قال لك انا كنت طالع الاستراحة بتاعتي، صاحب المطعم واخد لهم شقة فوق على السطوح مقعد العمال عنده، عشان بدل ما يقول له مواصلات واخرنا ومفيش تاكسيات ومفيش عربيات، واخد لهم شقة مقعد العمال كلهم فوق بحيث الصبح بدري ينزلوا يفتحوا المحل. ايه اللي حصل يا محمد؟ قال اللي حصل وانا طالع السكن بتاعي لقيت البنت دي بتلعب قدام الشقة بتاعتها. 10 أشهر يا محمد. قال لك ايوه، ما كانت بتلعب وهي قدام الباب، فروحت واخدها بلفتها وطلعتها فوق. ليه يا محمد؟ قال لك كنت بتفرج على فيلم جنس. فيلم جنس؟ طب بتفرج على فيلم جنس، وكنتش بدارب نفسي غير ان انا عايز اي بنت. بنت يا ابني 10 شهور يا ابني، يا ابني لو عندها 12 سنة 13 سنة 14 سنة 15 سنة كنا نقول اه. فروحت شايلها وطلعتها السكن بتاعي، واستغليت ان زمايلي كلهم في المطعم، ورحت خلعت هدومها وقعدت امارس معاها، فوجئت ان البنت بركه دم طالعه من البنت نتيجه ان انا البنت لم تكتمل جنسيا ولم تكتمل عضويا. ده 10 أشهر، انا ما بقولش 10 سنين، ولا حتى 10 أشهر رضيع. فحصل لقيت تهتك ولقيت دم نازل من اعضاء التناسليه، والبت بتصرخ ومعرفتش اوقف الدم، الدم كان بيشر جامد فمعرفتش اوقفه، فجيت كاتم على نفسها خفت. انا كنت ناوي انزلها بعد كده اسيبها قدام الباب بعد ما عملت عملتي، لكن لقيت الدم كتير والبت مش عايزه تصرخ، قعدت اشيلها وطبطب عليها واحيلها وهي قاعده تصوت وقاعده تزعج وراحت من النفس من كتر الدم اللي كان نازل فيها. طب يا عم كنت نزلتها بدم، هي كانت تتعرف عليك، يعني انت لو نزلتها بدمها وهي بتنزف وهي مجروحه وهي حالتها صعب جدا، كان اهلها يروحوا يلحقوها، هنقول لها دم وكان ممكن ينقذوها. انا خفت تتعرف عليا. نعم، 10 شهور تتعرف عليك؟ الكلام ده لما المحاضر الرسميه كنا قلنا خرافات، وشاب عنده 21 سنه. فخفت ومن ارتباكي حطيت دي على نفسها لغايه ما ماتت. بعد كده لفيتها وخدتها في شنطه صغيره وقعدت في الحديقه اشرب شاي ورحت راكنها تحت شجره ومشيت. يا نهار اسود، دي الدرجه دي؟ 10 شهور بتغتصبها؟ اعترف التفصيلية ومثل الجريمة وبيقول انا ندمان على اللي عملته، بس مشاهدة الافلام الاباحية هي اللي وصلتني كده. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.